صباح الخير، اليوم الخميس 6 تموز يوليو 2023. كيف رح تكون أبراجنا لليوم على زمة الفلك؟ والقمر ما زال موجود ببرج الدلو الهوائي، وهذا الشيء كتير إيجابي للأبراج الهوائية اللي هي الجوزاء والدلو والميزان. نبدأ مع الحمل اللي عم تكون نظرته اليوم للأمور أكثر إيجابية، وهذا الشيء رح يساعدك يا برج الحمل بالتوصل لحلول عملية ومفيدة. عندك سرعة بالتصرف إذا أي تطورات جديدة، وممكن تتأقلم بشكل ملفت مع ظروف مختلفة بحياتك. برج الثور لسه في تحذيرات فلكية، إذا أي تهور ممكن تقوم فيه بمجال استثمار أو توظيف المال، لازم تحافظ على مكتسباتك وأنك تبعد عن مشاركة بعض الأسرار الخاصة فيك. برج الجوزاء الأمر المتواجد بموقع مفيد لإلك، ما بيجيب لك المشاكل والهموم، وبالتالي هذا النهار ما رح يكون فيه مفاجآت سيئة. هذا الشيء بيسمح لك باستعادة التوازن المعنوي والفكري، وبيعطيك الوقت لحتى تفكر منيح قبل ما تنتقل نحو مرحلة جديدة من التنفيذ. برج السرطان بعض التقلبات الصحية والمعنوية ممكن تواجهك اليوم وتمنعك من أداء العمل بالشكل المطلوب. انتبه من التعامل مع أشخاص ما كتير بتوثق فيهم أو أنك تصدق كلامهم وأخبارهم. برج الأسد في عندك اليوم فرصة لحتى تفوز بتحدي يمكن أو تكسب تحدي، بس خلال فترة المساء ممكن تتناقص شوي نسبة الحظ، وبتضطر أنك تبعد عن أي نوع من المنافسة والتحدي. بكل الأحوال هذا النهار بيحمل لك معاكسة فلكية ممكن تتأثر فيها، وخاصة بمجال الشركات والارتباطات. برج العذراء بعض العرقلة ممكن تواجهك بالعمل، وممكن توقف بعض الظروف أمام حصولك على شيء بترغبه. وصولك لأهدافك اليوم بيتطلب المزيد من الجهد وتكرار المحاولات. برج الميزان يوم جيد بيعدك فيه الفلك، بس التركيز عم بيكون بشكل أكبر على كيفية إبراز مواهبك وطاقاتك الحقيقية. ما تخجل وما تتردد، خليك واثق من نفسك اليوم لأنه النجاح رح يكون حليفك. برج العقرب ممكن يحمل هذا النهار مواجهات بينك وبين الآخرين، وبتكون متأثر بالشيء اللي عم بيصير من تقلبات بمحيطك الاجتماعي. بكل أحوال أنت اليوم عم تهتم بتحسين علاقاتك العائلية، وممكن تتلقى مساعدة مميزة من المقربين. برج القوس عم تهتم اليوم بشؤون اجتماعية وعاطفية على حد سواء. العلاقات بحياتك عم تكون مؤثرة بقراراتك اللي عم تاخدها وبطريقة تعاملك مع التطورات والأحداث. الوقت اليوم مناسب لتعزيز علاقة أو لتقوية صداقة وشراكة مهنية. برج الجدي اليوم أنت من السهل إثارة غضبك، خاصة بمجال العمل لما بيحاول بعض المنافسين أنه يتحداك. نقطة ضعفك اليوم هي الشائعات والمعلومات المحرفة يلي ممكن تسيء لإلك شخصيا. برج الدلو بتتخلص اليوم من مشكلة صعبة، وبتلاقي حالك أكثر سرعة وليونة بالانتقال من حالة المشاكل والظروف الصعبة. بالحب بيتغير المناخ الفلكي كليا، فبتكون أنت أكثر تقبلا للآخرين وأكثر قدرة على التفاهم والانسجام. برج الحوت ممكن تتشابك اليوم المسائل الشخصية والمهنية، وبتحتاج أنت للكثير من الجهد لحتى تفصل هالجانبين عن بعض أو لحتى تتوصل لترتيب جديد بحياتك. كمان الاهتمامات الصحية بتضغى على تركيزك، وممكن تحاول أنك تتوصل لحلول أو علاجات ناجحة. مولود اليوم هو شخص ما بيتأخر بتنفيذ أفكاره وخططه، بيحب أنه يتنقل كتير وما بيحب الاستقرار بمكان واحد إلا بعد ما يقتنع بهذا الشيء. هو شخص اجتماعي لكنه فجأة ممكن يبعد عن الناس لما بيحس بالملل.